مرحبا مواليد برج العقرب، كيف بده يكون الأسبوع من الثانية ثلاثة للأحد 9 تموز يوليو؟ هذا أسبوع أنا بعتبره أسبوع كتير حلو كتير مميز، وإن كان في بعض الخربطات الصغيرة، لكن أنا بعتبر إنه هذا أسبوع من الأسابيع الحلوة، لأنه رح يطلع لكم بدل يومين رح يطلع لكم 4 أيام حلوين كتير. البداية الثانية والثلاثة، ثانية ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة حتى الساعة 8:30 المساء توقيت بيروت الصيفي، القمر موجود في برج الجدي اللي هو البيت الثالث المدعم لطاقاتكم الفكرية والجسدية، مع أضف إلى ذلك مع فول مون اكتمال للقمر هونيك يوم الاثنين الظهر بعد الظهر توقيت بيروت. هالقوة يلي القمر تطلعوا فيه فول مون، حتى من اليوم فيكم تطلعوا وتشوفوا فول مون لكن بيكتمل الاثنين 3 إلى 3 بعد الظهر، هذا الفول مون هو اللي عم بيعطيكم هالطاقات الهائلة المميزة التي تثير الدهشة والإعجاب. هيدي بتعطيكم طاقة جسدية، ما بتهدوا مواليد برج العقرب، الحركة اللي عندكم إياها الناس يمكن تحسدكم عليها، فكونوا حذرين، فكروا منيح شو عم تعملوا، لأنه تقريبا كل شيء بتفكروا فيه كل شيء بتشتغلوا عليه بيزبط، لذلك ركزوا لفعلا تاخذوا علامة 100%، مش إنه تاخذوا العلامة ناقصة وتقولوا يا ريت اشتغلنا على مهلنا، لا، الجو علامة 10/10، بصراحة أنا بعتبر الفترة كتير حلوة. وأي مسألة، أي ورقة، أي يمكن عندكم معاملة عم تشتغلوا عليها مفروض تزبط. التلاتة المساء بيروح القمر لمربع مع برجكم برج الدلو، الأربعاء القمر برج الدلو، الخميس قمر برج الدلو حتى 8:30 المساء توقيت بيروت. هيدا البيت الرابع، هون موالي برج العقرب بدهم يستكينوا شوي، بدهم يفكروا بغيرهم، خاصة بأحبائهم، بأمور عائلية عم يعني ينشغل عليها، في سفر، في عودة من سفر، في استقرار، في ملاقات، تلاقي، في يمكن احتفالات حلوة، يمكن تكون مش هالقد حلوة لأنه كل شيء له علاقة بالبيت أحيانا بصير في خناقات، يمكن لأنه أخدين وجه على بعض، فما بنستحي ما بنخجل نصير نناقش ويعلى صوتنا شوي او نبره صوتنا، لكن في احتمال يكون في اخبار حلوه لانه الشمس دعمتكم من برج السرطان، فطولوا بالكم. الخميس 8:30 المساء توقيت بيروت حتى السبت 10:30 المساء توقيت بيروت، القمر موجود برج الحوت، اجمل فتره في هذا الاسبوع هي فتره وجود القمر في برج الحوت. كل شيء حكيناه عن القمر ببرج الجدي قلنا 10/10، هيدي بتاخد 10:30/10، فلكيا من اجمل الفترات، 50 ساعة دعم لإلكن، عم بحكي فلكيا، انا بقلكن نوعية الوقت بيبقى عليكن انتو تشوفوا شو كنتوا تعملوا، اجمل فترة، احلى فترة، بالكن بيطمن، ترتاحوا، عتلانين هم ترتاحوا، الامور بتتحلحل، حل حلوة اشتغلوا عليها، اصعب الامور حل حلوه اشتغلوا عليها بهذه الفتره لانه النتيجه بتكافئكم، فرحه، اخبار حلوه، وكانه الدولاب بيبرم ليعطيكم اللي انتم عم بتفكروا فيه، اللي انتم حابين انه يصير، اشتغلوا عليه شوي، تفشوه نتفه بيوصل. السبت 10:30 المساء القمر برج الحمل، احد ايضا القمر برج الحمل. هون ترجع الامور تتعب تعبكم شوي لانه راحت الظروف الى ظروف صارت شوي رسميه اكثر، مع انه يوم احد لكن في ناس عم تشتغل يوم الاحد او ليله السبت، فكونوا شوي منتبهين من الانفعالات ومن المشاكل، ما تعملوا شيء لانه معقوله تكبر الاثنين ثلاثه والاربعاء، خاصه مواليد 14 15 نوفمبر كونوا حذرين، الاكثر حظا 30 31 اكتوبر 3 ل 9 نوفمبر. نلتقي مع الابراج الشهريه، اسمعوا صارت عندي على تشانل، والابراج اليوميه للمزيد من التفاصيل. باي باي.